للمزيد من التفاصيل والمعلومات انضم إلينا عبر زوم الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس عبر زوم من دبي. بعد التحية دكتور، على هامش هذه القمة وأيضا الجلسة الختامية لقمة بريكس، كيف ترى أهمية هذه القمة ونعقدها في هذا الوقت تحديدا، وإلى أي مدى من الممكن أن نستفاد من هذه القمة في الوقت الراهن؟ اهلا بحضرتك واهلا بالساده المشاهدين. ويعني فعلا هذه القمه جاءت في موعدها المناسب، سواء اذا كان بالنسبه لروسيا او بالنسبه للمنطقه العربيه وما تعانيه المنطقه العربيه من صدمات من خلال ما يحدث في قطاع غزه وما يحدث في سوريا وفي ايران وفي العراق وفي لبنان وفي جنوب لبنان. وانا اعتقد ان كانت دي البدايه اللي اتكلم فيها سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته الافتتاحيه في هذا الملتقى، واتكلم قال ان احنا بما ان احنا بنتكلم على الصدمات وعلى الصراعات الموجوده في العالم، فاحنا من الاولى ان احنا نعطي اهتمام كبير جدا لما يحدث في قطاع غزه ولما اثرت له هذه الحرب وهذه الصدمه الكبرى، ليس فقط في المنطقه العربيه ولكن ايضا في العالم العربي. فانا اعتقد ان الصوره قدام المجتمع الدولي، لا احنا بنبين ان بريكس والتجمع او بريكس بلس اللي هذا التجمع الكبير بيوضح للعالم والمنظمات الأممية، المنظمات الأممية التي أصبحت الآن لا تعطي أي قرارات، لا تعطي أي، مثلما قال أنطونيو جوديريش مع دكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية المصري في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن المنظمات الأممية أصبحت مثل جليسة الأطفال المنهكة المتعبة التي لا تستطيع أن تعطي أي قرارات. بريكس وفي هذا التوقيت ومن ضمن هذه الصراعات وأيضا الصراع الموجود في روسيا وفي أوكرانيا، أنا أعتقد أن بوتين نفسه أعطى صورة قدام العالم. طبعا حضراتكم عارفين يعني أن في أصدرت محكمة العدل الجنائية ضد بوتين أن هو ممنوع من السفر في أي دولة من الدول، وبالتالي قدام المجتمع وقدام الولايات المتحدة الأمريكية فهو بيظهر أن العالم، لا جه العالم إلى روسيا وجه العالم وبدأنا نحن نتكلم في بعض المواطن الاقتصادية وبعض المواطن السياسية التي تهم العالم. وأعتقد أن كان برضو كان يعني إحنا اتكلمنا في هذا المجتمع أو في هذا المؤتمر عن حاجات مهمة جدا في النواحي الاقتصادية ودور البنك التنمية الخاص ببريكس في تمويل بعض المشاريع الاقتصادية، وده اتكلم فيه وأكد عليه سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته أنه يعني بيتمنى أن يكون هناك شراكات كبيرة جدا خاصة في المشاريع الصغيرة الموجودة في مصر وفي البنى التحتية من خلال تمويل من بنك التنمية الخاص ببريكس. فأنا أعتقد أن الصورة قدام المجتمع الدولي أن دول الجنوب جنوب، لا بنعرف أن احنا نروح ونعمل يعني اتفاقيات اقتصادية، أن هذا البريكس أنا أعتقد أن هيكون في المستقبل القريب يعني ممكن يكون تجمع ذو أهمية وذو يعني قوة كبيرة جدا ضد الغرب في القرارات السياسية والقرارات الاقتصادية. أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية، هذه القرارات ليست حكر على الولايات المتحدة الأمريكية والغرب في أوروبا، أعتقد أن هناك تجمع قوي وكبير يحتوي على أكثر من يعني دول كبيرة في المنطقة ذات أبعاد سياسية واقتصادية كبيرة. نعم دكتور سعيد، على ذكر أن هناك دول كثيرة انضمت لهذا الانضمام أو لهذه القمة الكبيرة وهي قمة بريكس، وعلى رأسها مصر وهي دولة عظمى كبيرة في الشرق الأوسط، نتحدث عن توجهات كثيرة لهذه الدول وأيضا مصالح مختلفة اقتصادية وسياسية بين كل هذه الدول، كيف يمكن لهذه القمة أن تجمع كل هذه الاختلافات على قلب رجل واحد في الأيام القادمة؟ مما لا شك فيه، خلينا كده مقتنعين ان دول بريكس ليهم بعض المشاكل السياسيه، لا ننكر المشاكل السياسيه بين الصين والهند وهما دول ايضا في تجمع بريكس. عايز اقول لحضرتك ان هذا التجمع نظرا لاهميته حضره رئيس تركيا رجب طيب اردوغان ورئيس وزراء فيتنام، نظرا للأهمية الشديدة لهذا التجمع، الأهمية الاقتصادية والسياسية، فاحنا لا ننكر ان هناك
خلافات سياسية. وعايز أقول لحضرتك يعني في بعض التقارير اللي صدرت في كثير من الدول، التقارير الخاصة بمراكز الفكر السياسي بتقول أن المصالح الاقتصادية لن تحل المصالح السياسية. يعني أنا لو أنا بيني وبين حضرتك أو أي دولة من الدول في هذا التجمع في مصالح اقتصادية واتفاقيات اقتصادية، أنا أعتقد أن هي ممكن تقرب وجهات النظر في الحلول السياسية، ولكن يبقى الوضع السياسي والأزمات والصراعات السياسية بعيدة تماما على النواحي الاقتصادية. فأنا شايف أن في بريكس هنلاقي فعلا في يعني هيكون في حاجات كثيرة جدا من النواحي الاقتصادية. وأنا عايز أضرب لحضرتك مثال أن هناك اتفاق كبير جدا بيننا وبين مصر أو بين الدولة المصرية وكثير من الدول في بريكس، في تجمع بريكس، مثل الصين، مثل روسيا. أعتقد أن هيكون هناك خاصة في الصين إنتاج كثير من الطاقة المتجددة في المحور الاقتصادي في قناة السويس لإنتاج الهيدروجين الأخضر، الأمونيا الخضراء والأمونيا والميثانول الأخضر. فأنا أعتقد أن هيكون، وعايز أقول لحضرتك أن مصر يعني من تعد الدولة رقم ثلاثة في جذب الاستثمار الأجنبي من حيث الطاقة المتجددة والطاقة النظيفة. فأنا أعتقد أن هيكون هناك شراكات كثيرة هتعود بالنفع أيضا على الدولة المصرية، وخاصة في المنطقة الاقتصادية الموجودة عندنا في محور قناة السويس. أعتقد نتمنى هناك كل التوفيق طبعا لمصر وباقي الدول المشاركة في هذه القمة المهمة. شكرا جزيلا الدكتور سعيد الزغبي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة قناة السويس، كنت معنا عبر زوم من دبي. شكرا جزيلا لك.